بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي في الله، سنتمنى الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بالخير والرباح وسلامة الوقت. اليوم إن شاء الله غادي نفتحوا باب النصيب للبنيات اللي باغين إن شاء الله يحلوا نصيبهم فيما مشاو يكونوا مقبولات، فيما مشاو يكونوا محبوبات، فيما مشاو يكونوا الناس اللي شافوهم يحبوهم ويبغيوهم، لا من النساء ولا من الرجال. يكون عندهم واحد توافق في الحياة، يكون عندهم مقبلين على حياة جديدة، في زواج، في عمل، في دراسة، في أي حاجة، في السفر، في أي حاجة. ولكن إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي نديروا هذه الوصفة، لأنها غير بالماء ولكن القراءة تكون صحيحة إن شاء الله. ولكن أول حاجة، البنت اللي تجيوها التأثيرات بزاف وتتكون عندها تأثيرات في أمورها، إما تكون عندها عوارض، إما عوارض من الحسد ولا العين ولا التوابع، من التوابع من التابعة أو توابع من العين أو من القرين. الناس اللي عندهم قرين تيسبب لهم العكس وتيسبب لهم انهم حتى حاجه ما توصلوا لها، تيحطوا يديهم على اي حاجه تلقاو المشاكل، وتت حاجه ما تتسجد لهم، بغاو يمشوا للعمل تلقاو التعسير، اما العمل يمشيوا ليه يلقاو في عراقيل، واما اوراق طالبين اوراق سفر تلقاو عراقيل، او الناس اللي عندهم مشاكل في حياتهم، اما بزواج تيكون عندهم خطيب او حبيب، ولكن حتى حاجه ما واضحه وحتى حاجه ما بينها، بحال تسكب الماء في الرمله، جميله زوينه قاريه ولكن تعسير ما عرفاش شنو عندها. اذا احنا قبل ما نبدا اي وصفه خصني نكون نعرف اشنو عندي. اول حاجه خاصني ندير هذا الماء الكريم باش نعرف اشنو عندي، نفتح ابواب ديال الخير باش انني نعرف واش عندي عين ولا عندي حسد ولا عندي مس. اذا غادي نديرها مده 3 ايام، هذا الماء غادي نشربه كل يوم، نقرا عليه ونشرب، ندير قنينه ماء فائطه الماء ونبقى نشرب منها طول اليوم حتى الليل، او ثاني نعود قنينة اخرى، لانني انا بغيت نكشف على راسي اشنو عندي، واش عندي عين ولا سحر ولا حسد ولا عندي تعسير ديال اي حاجة متعسرة ليا. اول حاجة غادي ناخذ واحد القنينة ماء على حسب انني بغيت انني نعرف اشنو عندي. نحل هذه القنينة على حسب بغيت نعرف اشنو كاين عندي. اول حاجة غادي نقربها للفم ديالي وغادي نحلها على اساس انها بغيت نقرب هذه القنينة الى الفم ديالي، وغادي نقرأ عليها هذه القراءة. اول حاجة نوي علاش بغيت هذا الماء، بغيت نكشف نية اي شخص او نية الامراض اللي عندي ولا نية التعسير ولا نية المشاكل اللي عندي في الجسد ديالي، ولا عندي تعسير في اوراق، ولا عندي تعسير في الزواج، ولا عندي تعسير في حياتي كاملة. هاد الوصفة تقدر تديرها اي وحدة مزوجة ولا ممزوجاش، ولا دري راجل عنده تعسير في اوراق ولا عنده تعسير في العمل ولا عنده تعسير في الزواج. اذا بحال الولد بحال البنت، عندنا مشكل الولد ولا البنت بحال التعسير كاين، ولكن حنا باش غادي نحيدوه؟ اذا غادي نحاول ناخذ قنينه مده 3 ايام، ولكن كل يوم قنينه نقرا عليها. من الاحسن ناخذ ماء معدني في اطر ونص ديال الماء، وغادي نوضع فيه 7 حبات ديال السنوش، 7 حبات ديال السنوش و7 ورقات ديال السدر.
انا ما عنديش صدر وما عنديش ما عنديش صنوج، ولكن ناخد الصنوج او حبة البركة اللي عندك موجود. هذه الوصفة ان شاء الله غادي تعرفي اشنو عندك، وفي نفس الوقت انك انسان يحيد التعسير، في نفس الوقت تحيدي التعسير، وفي نفس الوقت تعرفي اشنو عندك. اذا اول حاجة نكون على وضوء، الناس اللي ماشي على وضوء ما يديروش هذه الوصفة حتى يتطهروا ويديروا هذه الوصفة. اول حاجة نكون متوكلة على اللي خالقني، ونكون متقبلة الى القبلة، ونكون على وضوء، ونصلي ركعتين. اول حاجة نكون هذه الوصفة غادي نقرأ عليها من مورا العشاء، من مورا العشاء نصلي ركعتين، غنستغفر 70 مرة، وغادي نصلي على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، غنصلي عليها غنصلي عليه 70 مرة. اول حاجة غادي نقرأ الفاتحة 11 مرة، الفاتحة 11 مرة، هنقرأ سورة الإخلاص 11 مرة، سورة الكوثر 11 مرة، غادي نقرأ المعوذتين 3 مرات، سورة الفلق 3 مرات، سورة الناس 3 مرات. غادي نقرأ عليه من مورا العشاء، نخلي هاد القنينة حتى نمشي ننام، ناخد كأس ديال الماء والنعس، ناخد كأس الماء والنعس. لوقت الصباح غادي نشرب كأس آخر، مهم انت غادي تشربي هاد الماء كأس كبير وتنامي، غادي تحلمي شنو التعسير ديالك، شنو اللي ضارك، شنو اللي عندك. الا ما حلمتيش النهار الاول غتحلمي النهار الثاني، لما حلمتيش نهار الثاني غتحلمي نهار الثالث. اللهم المهم من تشربي هذا الماء غتقولي اللهم يا خالق السماوات والأرض، يا رب وريني إصابتي. من تشربي الكأس تقولي هذا الدعاء، اللهم يا ربي يا خالق السماوات والأرض أرني إصابتي، هل عين أم حسد أم تعسير من الجن أو المس أو أنني مصابة بالحسد. إذن غادي نشرب هذاك الكأس وننام في نفس الوقت. هذا الماء نقرأ عليه من مورا العشاء، ولكن الشرب غيكون من مشي ننام. نكمل طيلة اليوم غادي يحيد لك التعسير، وفي نفس الوقت غيبقى لك مدة 3 أيام غادي يبدا يحيدوا لك العوارض، وفي نفس الوقت غادي يبداو يبانوا عليك ظواهر، غادي تبداي تحلمي أشنو عندك، إذا كان عين، حسد، مس، أي حاجة. كان عندك تنميل هو راه مس، كان عندك بكاء وعينك عامرين بالماء أنها عين، كان الصدر ديالك تقبض عليك هذاك حسد، كان عندك تنميل في الرأس هذيك من القرين. إذن انتوما غادي تديروا هاد الوصفة غير بالماء، وانتوما متوكلين على اللي خالقكم. هاد الوصفة ما فيها لا شركيات لا حتى شي حاجة. ان شاء الله ديروها مدة 3 أيام، وان شاء الله غادي عادة الناس اللي ما عرفوش الإصابة ديالهم وبغاو يحيدوا التعسير، وفي نفس الوقت يعرفوا الإصابة ديالهم. كان حسد غادي يتبعوا وصفات الحسد، كان عين غادي يتبعوا وصفات العين، كان مس غادي يتبعوا الرقية الشرعية والأذان والصلاة على الرسول والاستغفار والماء المقري عليه، وغادي يتشافوا بإذن الله، لأن أي حاجة فيها شفاء بالقرآن الكريم. إذا حبابي في الله، تنشكر المتابعين ديالي لقدام وجداد، وتنشكر الناس اللي تحطوا تعليقات سلبية، تنقول لهم شكرا، وعوشكم بركة، وكل عام وانتم بخير. وإلى وصفة أخرى، حاولوا تدعموا القناة، وحاولوا تخليوا لايك، وحاولوا أنكم تخليوا لي دعم
وتبارطاجيو هاد الفيديوهات لعل وعسى ربي يحن على الجميع. إلى وصفة أخرى إن شاء الله.